والليلة كان عندنا لقاء مع السيدة رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة لمناقشة بعض المسائل لعل أبرزها وأهمها عدم إجازة مشروع قانون مجلس القضاء العالي إلى الآن. وهو بالطبع قانون مهم جدا وأساسي، لأنه هو القانون اللي بيشكل المحكمة الدستورية ورئيسها وأعضاء، وبشكل رئيس مجلس يعين رئيسة القضاء وأعضاء المحكمة العليا، وهو اللي بيعين النائب العام. وفي الحقيقة هسه المحكمة الدستورية غايبة ما موجودة، لأنه القانون ما أجيز، ورئيس الأعضاء حاليا والنائب العام أنا بفتكر إن هم بيعتبروا مكلفين إلى حين صدور قانون مجلس القضاء العالي. القانون ده مهم جدا إجازته، لأنه بدونه ما بتكون في محاكمات، وبالذات المحكمة الدستورية لأنها هي حارسة الدستور وهي الجهة المختصة برفع الحصانات، لأنه لا يمكن الاتفاق على أن ترفع الحصانات من الناس في غياب ما انطوت عليه واشتملت عليه الوثيقة الدستورية اللي هي دستور المرحلة الانتقالية. نحن حريصين جدا في متابعة إجازة قانون مجلس القضاء العالي، لأنه هو يعني مهم جدا لحماية المرحلة الانتقالية وحراستها، ومهم جدا برضو تشكيل المجلس الانتقالي اللي هو برلمان المرحلة الانتقالية.